بوس بالشوارع اذكر بالحارات اشقط مزاحل ومن الخمرات نادي على الحرية نادي على الخواجات نادي كات شو هيدي شو هيدي الغنية يا راجل ده مش لبناني ده بدك حاجة لبناني شعبية تعجب الناس اشلح البنطلون واشلح الشكل ايش هيعمل وشلح وبعد ما شلح لا يا راجل لبناني يعني مثل حبيب قلبي فارس كرم يا إيه؟ الله فهد بلان ايه وائل كارفور ايه الاثنين حبايبي بقى جورج ووصوف يا الله عليهم بحبهم كتير ايه فارس لما بيغني عم بتطلع من نسوان شو بدك منه يقلي عم بتطلع من نسوان شو بدك منه يقل لك والله ما يحب النسوان الله يبعت له علي والله ما يحب النسوان الله يبعت له الله يبعث له عليه شو هيدا يا عم فايق الحلاوة شباب صح يا أستاذ عزمي عم فايق معاه حق ليه ما نعملش أغنية حلوة كده تشيرنا وتقببنا على وش الدنيا هو يعني عطى مشي وساب الغباوة كلها معاكي لا ما سابش حاجة معايا أفتشي يا عم فايق إيه ده بقى لقيها منك ولا منها يا بنتي ما ينفعش إن إحنا نعمل أغنية ونبان فيها عشان هيتقبض علينا بعد ربع ساعة انا بقى هعمل تعديلات في الكليب ده يعني هظلم الصوره شويه يعني هعمل شويه حركات هيدي الموضه دلوقتي الكرومب والفوتوشوب مثل كنا بنشوف زمان فوزير فطوطه حاج فهمي الله يرحمه كتير منيح فطوطه كلها كرومب طب انا مش فاهمه برضو الاغنيه دي ايه علاقتها بالولايه اشجار مديره المدرسه انا فاهمك يا ستي الاغنيه دي من ضمن اغاني فرقتنا اللبنانيه اللي اسمها مشروع لبنى احنا بقى دلوقتي عايزين نحاصر مدام اشجار هنحط لها بوسترات في كل حد تسمع اغانينا في اي مكان المهم تحس ان نجوميه فرقتنا دي اكبر من نجوميه عمرو دياب ومايا دياب ومحمد منير حتى اكبر من نجوميه حلمي عبد الباقي ايه واشرف عباقي واخوات مفهوم مفهوم يا سي عزمي لا عزمي ايه بقى انا من دلوقتي اسمي ميشو حالك